هذه المقاهي وهذه المطاعم اللي كتشوفوا قدامكم اللي خدامي فيه كلهم مغاربه. ملي سمعت كلشي باغي يهاجر لاسبانيا قصدت المطار وشدي الطياره ومشيت نشوف اش كاين في هذه اسبانيا. ونجيكم للصراحه مشيت باش نعرف علاش باغيين ولادنا يخليو كلشي وراهم ويمشيو ليها. فاش وصلت لاسبانيا استغربت العدد المغاربه تما وزدت اقتنعت بواحد المقوله كنت كنسمعها ديال المغاربه حاكمين العالم. تصور انه فين ما دزت كنسمع بعيده بعيده. الله يكبر بيك شكرا الله يحفظك. هذا واحد من الجاليه ديال الله يحفظك شكرا بزاف الله يكبر بيك. المطاعم فيها غير المغاربه، الاسواق فيها غير المغاربه، حتى القزاره صدقوا كلهم مغاربه. هاد البلاد هادي اللي نحنا فيها وهاد الجزيره اللي كانت الى حدود 40 سنه صحراء قاحله، اليوم هي ولات جنه فوق الارض بسبب فقط بسيط وواحد هو المعقول والخدمه. ماهوش احسن منا في شي حاجه، بالعكس جوج الموارد اللي عندهم عندنا بل نحنا كنتفوقوا عليهم بزاف ديال الحوايج، لان عندنا الصحراء وعندنا الجبل وعندنا السال وعندنا جوج بحور وعندنا بزاف الحوايج، ولكن كنختلفوا معاهم في واحد القضيه وهي قضيه غياب المعقول للاسف الشديد واللي اتكى على شي حاجه كياخذها. تعددت طبعا القصص ولكن قصة واحدة تجمع هؤلاء هم على أنهم جاءوا هنا من أجل لقمة العيش وجاءوا عن طريق واحد وهو طريق قوارب الموت. هنا يوجد في هذا المقر هذا وفي هذه المطاعم في هذه الفنادق هذه وفي هذه المقاهي مغاربة كثيرين من الجنوب من الشمال. هنا يمكن تسمع الحسانية ويمكن تسمع الدارجة بجميع أنواعها وتسمع الريفية وتسمع الأمازيغية وتسمع أيضا اللهجة الشمالية. كل لهجات هنا كاينة. عيونهم تبرق بحب الوطن وبالرغم من على انهم تكبدوا مجموعه من المعاناه وعانوا وجاوا هنايا الا انهم كيقابلوك بابتسامه عريضه بابتسامه جميله كتشوف فيهم الوطن وكتشوف فيهم حب الوطن. كما قلت على انه قصصهم مختلفه ولكن القضيه اللي جابتهم هون قضيه واحده هي على انهم ما لقاوش الشغل في البلدان ديالهم، ما لقاوش الشغل في الجهات ديالهم، ما لقاوش الشغل في الوطن ديالهم وجاوا هنا عبر قوارب الموت. فيهم اللي عنده الاجازه، فيهم اللي عنده الماستر، فيهم اللي عنده صنعه في السياحه والفندقه، وفيهم اللي عنده صنعه في الصناعه التقليديه، وفيهم اللي ما عنده صنعه ولكن جا هنايا وتعلم واصبح الحمد لله براقي واصبحوا بالمسائل ديالهم. نحن طبعا فخورين بتواجد المغاربه هنا بالرغم من على انه اللي خلاهم يجوا احنا مساهمين بجزء كبير منه كسياسيين وكنقب سياسيين. جاليه ما جابتهاش الشبعه ولكن للاسف الشديد لانه ما كاينش شي مش يهرب من غاط العرس جابها للاسف البحث عن لقمه العيش عندما عز العيش في الوطن. عندنا 6.5 مليون مهاجر مغربي في العالم يتفرقون على 100 دوله كيدخلوا لنا 115 مليار في خزينه الدوله يعني 11500 مليار سنتيم يعني 131 مليار يوميا كيدخلوها في خزينة الدولة. وبالرغم من ذلك كنحتفل بهم في يوم يتيم هو اليوم العالمي للمهاجر يوم 10 غش وكنقدموا لهم مجموعة من الوعود الكاذبة للأسف الشديد وكتكرر هذه الوعود هذه وكتظل دائما كنقولوها بدون أن يحدث أي شيء. في الحقيقة خاصنا نتعاونوا معهم خاصنا نديروا شكرا الله يكبر بيك شكرا الله يحفظك. هذا واحد من الجالية ديال الله يحفظك شكرا بزاف الله يكبر بيك. ها هما كما قلت لكم كيخرجوا من جميع المقاهي ومن جميع لي ريستورون الحمد لله خدامين وبحسن الضيافه وبالكرم ديالهم كنوجه لهم كل الشكر والتقدير وكنقول على ان البلاد ديالنا خاصه في عين الاعتبار هذه الحوايج هذه اللي عندنا 13% ديال البطاله للاسف الشديد كنخلقوا 130 الف منصب شغل ما كافياش لانه كيتقدم 250 الف واحد وهاد 250 الف واحد ما كتلقاش فين تشتغل. للاسف الشديد كنقولها اليوم هي وكنأكدها على انه يجب ان نشتغل يجب ان نعمل لانه مع الحكومه هذه كنضيعوا كل يوم 383 منصب شغل في الوقت اللي وعدتنا الحكومه بخلق مليون منصب شغل ولكن للاسف الشديد لم يخلق شيء الى الان. والمغاربه يهاجرون عبر دول العالم كالطيور ولكنهم يحملون الوطن في قلوبهم كنقولها وكنأكدها رأفه بنا رأفه بالوطن. راه الوطن يجب ان يكون في القلب وليس رصيدا في البنك. خاصنا الناس اللي تهير على البلاد ديالنا، خاصنا الناس اللي تعاون مع الوطن ديالها، خاصنا الناس اللي تعاون مع جلاله الملك. هاد الناس هادو الجاليه المغربيه عندنا 80 مليار سنتيم يوميا في العز ديال الميزانيه ديال الميزان التجاري. هاد الناس هادو كيساهموا ب 40 مليار سنتيم
هاد العز هذا، وبالتالي هاد الناس هادو راه خاصنا نتعاملوا معاهم ونغيروا مجموعه من القوانين، بحال القانون، بحال الماده 2 من بنوك الحقوق العينيه، اللي 4 سنين الا ما تبقيتي تطلع على الرسوم العقاريه ديالك والاملاك ديالك تلقاها طارت. فهذا طبعا المغاربه مساكن في الخارج ما غاديش يبقاو مقابلين المحافظه العقاريه، ما غاديش يبقاو مقابلون الرسوم العقاريه. القوانين ايضا يجب ان تساهم في بناء الامن القانوني والامن القضائي والامن الاجتماعي والسلم الاجتماعي، والقوانين اللي تخدم هذا السلم هذه بالناقص فيها يجب تطوير مجموعه من الحوايج، تطوير الترسانه القانونيه، تطوير العقليات، تغيير العقليات، ثقافتنا كمواطنين بزاف ديال الحوايج. كنشوفوا هنا المقاهي والمطاعم كلها بسواعد مغربيه واللي خدام فيهم مغربيه، صحيح ان اغلبهم من جاليتنا في واد نون، لانه بكل بساطه هذه المنطقه هذه وهذه الجهه تعرف اعلى نسبه في البطاله، والحمد لله تصدرنا شي حاجه بعد. تحياتي لكم والسلام عليكم.